المباراة الأول. لاحظ معاي هذه العادة، الكرة كانت مقطوعة من إيمانويل ومن ثم التدخل أيضا من جورج، يتقدم فيها محاولة خطيرة، جول، هدف تعديل لمصلحة الرفاعي الشرقي، هدف تعديل لمصلحة الرفاعي الشرقي. جورج يضع الكرة في المرمى على يسار حارس المرمى مالك فرحان في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول. في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول، جورج يعادل النتيجة ويرد على عبد الرحمن مبارك بالهدف الأول في شوط المباراة الأول.